نعم يوسف، المتحدث باسمي داخلية تابعة لحكومة طالبان الانتقالية سعيد خوستي أعلن قبل قليل أن الحصيلة الأولية حتى الآن مقتل شخصين فقط وإصابة أربعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأنهم نقلوا إلى المستشفى. سبق أن أكد المستشفى أن حالة المصابين سيئة، بمعنى أنهم مصابون بشروح بالغة. الاثنان اللذان قتلا في الانفجار يبدو انهما مدنيان بحسب المتحدث باسم الداخليه، ليس من بينهما قيادي في طالبان. ولم ترد تفاصيل بشان المصابين، هل من بينهم قيادات في طالبان؟ الهجوم استهدف يوسف تجمعا للعزاء لوالده ذبيح الله مجاهد، ويبدو انه كان يستهدف قيادات موجوده في العزاء. لاحقا بعد الهجوم اعتقل ثلاثة أشخاص في محيط المنطقة التي وقع فيها الهجوم، وهي منطقة شمانة زوري في العاصمة كابول، والتي يقع فيها المسجد، مسجد عيد جاه. هذه المنطقة مهمة جدا، فيها بعض المباني الحكومية وبعض من بينها وزارة الدفاع على سبيل المثال، لذلك المنطقة نفسها حساسة ومهمة بالنسبة لطالبان، لذلك كان الانتشار الأمني بعد الهجوم كثيفا للغاية. اعتقل ثلاثة أشخاص، يقول مسؤولون أمنيون في طالبان إنهم على صلة مباشرة بالتخطيط وتنفيذ الهجوم، لكن حتى الآن لم تتبنه جهة، وإن كانت أصابع الاتهام في العادة تشير إلى تنظيم داعش الذي دأب منذ بعض الوقت على شن هجمات، لكنه لم يهاجم في كابول منذ أن بسطت طالبان سيطرتها عليها، كانت هجماته في الغالب في مدينة جلال آباد. نعم يوسف، شكرا جزيلا لمفدنا إلى كابول يعقوب بهدة.